قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين إن الأردن يمتلك قانون انتخاب يسير وفق خطوات مدروسة نحو التحول الديمقراطي والتوجه نحو الحياة الحزبية. جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها جامعة الشرق الأوسط اليوم تحت عنوان المنظومة السياسية في الأردن بين الواقع والمأمول. وأشار المبيضين خلال الجلسة إلى التحولات البنيوية التي أعادت تشكيل المشهد السياسي في الأردن، متطرقا إلى الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي جرى صياغتها بعناية. الدولة عملت قانون انتخاب يحاكي ما نريد إليه. فلسفة هذا القانون الجديد نعيد تشكيل الأغلبية السياسية في مجلس النواب على أساس مش بس دوائر محلية كما كان أول أو مناطقية أو جهوية، إنما في مرشح للحزب أو قائمة حزبية. بالتالي عندنا في مجلس النواب 20 راح يكون 41 مقعد للأحزاب. وكانت الأحزاب زمان الطالب إنه عطونا بس 5 مقاعد كوتا تمييز. قلنا لا، ما في كوتا، بدك تروح لقائمة انتخاب والأحزاب بدها تتطور. ونعمل نظام وقانون الأحزاب يشجع الأحزاب على أن تكون مستدامة ومؤسسة وليست حزب على أساس فردي.